محمد. نعم معنا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ صالح. مساك الله بالخير الشيخ صالح. أنا الله أعطيك في نقطة مهمة بس أبيك توجهها الجهة المعنية. في طول العمر هنا اللي عليه سابقة يحرم من الوظائف، هذا من زينة يحرم على طول، يعني ممكن يحرم سنة سنتين ثلاث. طيب مو يا شيخ يحرم على طول، يعني هذا به شوي مهجين. سؤال آخر محمد. الإرشاد الله يعافيك. طيب شكرا يا شيخ، تفضل يا شيخ. يا أخي هذا ما هو عندنا، هذا عند الجهات المختصة من عند المسؤولين والوزارات. نعم. فأنت اطلب منهم هذا الطلب. نعم.